الكبيره والمخرجه الموهوبه نادين خان وكل طاقم المسلسل. الحقيقه انه الناس او خليني اقول بعض الناس مش هعم الناس مش كانت بتتفرج عشان الحبكه البوليسيه يعني هي ناس كانت بتتفرج على العلاقه الاخويه على الاسرتين اللي دخلوا مع بعض. يعني هو كان في شيء انساني اكتر هو اللي جاذب الناس للمسلسل مش طبعا. الجزء البوليسي يعني مش من القاتل من القاتل ده هو اللي بيقربهم من بعض بالاجبار يعني هو اللي بيخلي ان هم لازم كل يوم يتقابلوا ان هم وراهم حاجه يعملوها وهم الاثنين متورطين فيها. انما الحدث الحقيقي اللي بيحصل واللي جذاب لاي حد يعني الجذاب في اي دراما هو العنصر الانسان الانساني يعني كنا لسه بنقول يعني. انه يعني في علاقات اخويه كتيره في الدراما بس يا اما الموضوع فيه ورث يا اما في بنت يعني في صراع دايما ما بين الاخوات. لا الناس حبت العلاقه ما بين الاخين حتى مع اختلافهم الواضح جدا. لا بالظبط احنا كان الغرض الاساسي احنا عايزين نعمل علاقه الاثنين دول اثنين صحاب اثنين اخوات مش مهم ايه وظيفتهم لكن القضيه زي ما قلت حضرتك هو قضيه المسار قضيه قربتهم كانوا عشان يمشوا الطريق. يمكن لو ما كانش فيه القضيه دي وتقابلوا اول يوم بعد كده خلاص كل واحد كمل حياته عادي وما تقابلوش وده قفل منه اصلا فمش هيتقابلوا. لكن فكره الجريمه دي عشان تقربهم لكن حقيقه الامر واحنا الغرض كله الاثنين البعاد عن بعض اللي الحياه بتخليهم يخسروا كل حاجه بس يقفشوا بعض. وتاكيد لا الكلام مش عايزه اقول كليشيه بس فكره الدم ما يبقاش ميه فكره انه الاخوه فيها جزء منها قرار طبعا لانه في اتنين اخوات نفس البيت ونفس الدم بس يبقوا اسوأ ما يكون مع بعض. السلام عليكم. السلام. عمر حمدي البرنس. حضرتك اشوفه لك سنه اقول لك انجز بالله 1437 ثالث اوضه على الشمال. شكرا. ايه يا بابا الف سلام عليك انت كويس؟ يا بابا الحمد لله على السلام. طمنا عليك يا حبيبي. انت غلطان في الاوضه؟ غلطان في الاوضه ازاي عند ابويا؟ مين انت؟ ابو مين؟ حسين. ايه يا حبيبي؟ سلم على علي اخوك الكبير. اخو مين؟ انت كويس طبعا يا حبيبي؟ ومين ده وايه اللي بيحصل؟ يا عم انت لمين وبتعمل ايه هنا؟ بس يا علي انت مش عارف حاجه. انا مش عارف حاجه يا بابا؟ طب عرفني. امك عرفت انك في المستشفى؟ لسه. امه مين يا بابا؟ امه مين؟ بقول لك يا جدع انت بتكلم معاك بالذوق لحد دلوقتي، امسك العقل كده احتراما ان في مريض. انت ما تعرفش تتكلم غير بالذوق اصلا. بس بقى. بس. أنا متجوز اتنين ستات، إحسان أمك وعنايات أمك يا حسين، جوزتها من أكثر من 20 سنة. وتقول يا حاج أنت كمان، اتنين ستات إزاي يعني؟ تتكلم بجد؟